السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هناخد الدرس الثاني جبر مجموعة الأعداد الغير نسبية. الأعداد الغير نسبية يا باشمهندسين بنرمز لها بنون شرطة، لأن الأعداد النسبية كان رمزها نون. إيه هو العدد النسبي؟ قال العدد النسبي تعريفه هو عدد يمكن وضعه في صورة ألف على ب، حيث ب لا تساوي الصفر وألف وب ينتموا للأعداد الصحيحة. مش فاهم؟ زي مثلا ما أقول لك 2 على 5 ده نسبي، زي ما اقول لك 3 على 11 ده نسبي، زي ما اقول لك تلت ده نسبي، زي ما اقول لك 2 من 10 نسبي، 75 نسبي، 30% نسبي، والعدد الدائر كمان يا شباب نسبي. العدد الدائر اللي هو كنا بنرمز له كده 32% او 32 وعليها نقط كده. يبقى العدد النسبي أي عدد يكون ليه مقام أو يمكن وضعه في صورة ألف على ب. طب العدد الدائر ده يا أستاذ هنحطه إزاي ألف على ب؟ ما هو الـ 32 دائر دي معناها 32 على 99، كان كل رقم بعد العلامة بنقسمه على 9. طب ده ملوش مقام يا أستاذ؟ لأ، ده يعتبر مقام واحد. ده ملوش مقام، ما 2 من 10 يعني 2 على 10. ده ملوش مقام، لا ما هو ده يعتبر 30 على 100. انما بقى ايه هو العدد الغير نسبي؟ العدد الغير نسبي كنا بنرمز له بنون شرطة، هو عدد لا يمكن وضعه في صورة ألف على ب، حيث ب لا تساوي الصفر. ما أقدرش أحطه في صورة ألف على ب. زي إيه؟ زي العدد يا أستاذ الغير منتهي ده، اللي هو 3 2 5 4 1 7 1 3. أي عدد تيجي تكتبه على الحاسبة بعد العلامة ما تلاقولوش آخر، يعني ما تعرفش تجيب قيمة مضبوطة ليه. كتبنا على الآلة الحاسبة أي رقم، طلع يا أستاذ رقم كبير جدا مال الشاشة أرقام وكلها مش زي بعضها، يعني ده مش عدد دائر، يبقى ده غير نسبي. زي كمان باي دي عدد غير نسبي، باي عدد غير نسبي. تعرف باي؟ هو نسبة بين محيط الدائرة وطول قطرها، لأننا يا أستاذ لو كتبنا باي على الحاسبة هتبص تلاقيها عدد غير منتهي شبيه لده كده، هتلاقي باي على الحاسبة عدد غير منتهي. بس خلي بال الناس، 22 على 7 ده نسبي، 22 على 7 نسبي، باي عدد غير نسبي. فقال ان الجذور التربيعية للأعداد الغير مربع كامل بتكون أعداد غير نسبية. مش فاهم؟ مثلا أنا لو قلت جذر 7، ده جذر تربيعي، يعني اللي جواه لازم يكون مربع كامل. لو ما لقيتوش مربع كامل يبقى ده عدد غير نسبي، يبقى ينتمي للأعداد الغير نسبية. طب لو قلنا جذر 3، ده ينتمي للأعداد الغير نسبية. طب لو قلنا يا أستاذ جذر 4، ده جذر الأربعة 2، لأن اللي جوه مربع كامل، يبقى ده ينتمي للأعداد النسبية. لو قلنا جذر تكعيبي 4، لازم يكون اللي جوه مكعب كامل،
يعني اقدر في كل 3 ارقام زي بعض. مش موجود يا استاذ، ده 2 في 2، انا عايزهم 3 اعداد يكونوا زي بعض. يبقى ده يا استاذ لا ينتمي للاعداد النسبيه وينتمي للاعداد الغير نسبيه. من هنا يا استاذ حب الراجل يفهمني حاجه، ايه هي الحاجه دي؟ اي زمان خدنا اعداد العد اللي هي كانت مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 الى بلا حدود. بعد كده يا استاذ طور شويه لما اخترعوا الصفر، لما اخترعوا الصفر قاموا يا استاذ مسميين الاعداد دي الطبيعيه. يبقى الأعداد الطبيعية خدت كل أعداد العد اللي احنا عارفينها 1 2 3 4 5 6 والصفر كمان. طب تمام، بعد كده اخترعوا حاجة اسمها الأعداد الصحيحة. طب الأعداد الصحيحة دي عملوها ليه؟ علشان الديون يا أستاذ، الأرقام اللي بالسالب، فعملوا أعداد صحيحة. يبقى الأعداد الصحيحة فيها الأعداد اللي بالموجب وفيها الصفر وفيها الأعداد اللي بالسالب كمان. وهكذا يا باشمهندسين إلى ما لا حدود. بعد كده اخترعوا لنا الأعداد النسبية. ليه؟ قال لك القصور، أنا لما قسمت حاجة بما إننا عمالين نختار لازم نقسم الحاجة على بعض. فعملوا الأعداد النسبية. الأعداد النسبية دي فيها إيه؟ الأعداد النسبية دي يا أستاذ فيها النص والتلت والربع والخمس، القصور يعني. بس لأ، ما هو الأعداد دايرة الأعداد النسبية خدت القصور والأرقام اللي بالسالب والصفر والأرقام اللي بالموجب، خدت كل حاجة. إنما الأعداد الغير نسبية فتعملت في مجموعة لوحدها. ليه تعملت في مجموعة لوحدها؟ لأن يا أستاذ مفيش عدد نسبي وعدد غير نسبي في نفس الوقت. مفيش عدد بيكون نسبي وغير نسبي. وبالتالي لما أجي أجيب تقاطعهم ده يديني ايه؟ فاي. الاعداد النسبية تقاطع الاعداد الغير نسبية ده فاي. طب ايه اللي في الاعداد النسبية مش موجود في الاعداد الغير نسبية؟ ما هو كل الاعداد النسبية موجودة مش موجودة في الاعداد الغير نسبية. طب ايه اللي موجود في الاعداد الغير نسبية مش موجود في الاعداد النسبية؟ ايه اللي موجود هنا مش مكتوب هنا؟ ما هو كل دي يا استاذ. اي الاتي نسبي واي غير نسبي؟ اداني اعداد يا باشمهندسين وعاوز يعرف ان هم دول نسبي وان هم غير نسبي. تعال نشوف 9. هي دوما جذر ايه؟ تكعيب. يعني الجذر التكعيبي لازم اللي جواه يكون مكعب كامل عشان يكون نسبي. يبقى ده ينتمي للأعداد الغير نسبية. طب جذر 16، جذر 16 دي بتساوي 4، يبقى ده بينتمي للأعداد النسبية. طب باي، لما جينا كتبناها على الحاسبة يا أستاذ طلع بأعداد كتير جدا، يعني مفيش قيمة مظبوطة ليها، يعني مفيش قيمة مظبوطة ليها. فقال لي يبقى دي تنتمي للأعداد الغير نسبية. إنما 22/7 ده تنتمي للأعداد النسبية. واحد اعترض قال يا أستاذ طب ما هي 22/7 هي قيمة باي. لا، ال 22/7 دي أقرب نسبة لقيمة باي. هي بتديني نفس أرقام باي، بس الأرقام اللي في الآخر مش متوافقة مع بعضها. أرقام اللي في آخر الكسر ده مش نفس أرقام باي لما نكتبهم على الحاسبة. عشان كده قال إن 22/7 دي تنتمي للأعداد النسبية
علشان ده كسر، قدرت اخلي مقامه عدد 64%، ده يعتبر 64 على 100، يبقى ده ينتمي للاعداد النسبيه. الجذر التكعيبي لل 16، لو جالك مساله جمع وطرح كده وكان فيها حاجه بتتحسب وحاجه ما بتتحسبش، بنمشي للأسوأ دايما، دوت ما بيتحسبش خلاص، يبقى ده لا ينتمي للاعداد النسبيه، يعني ينتمي للاعداد الغير نسبيه، لان اللي جوه مش مكعب كامل لا هنا ولا هنا. مربع مساحته 6 سنتيمتر مربع، طول حرفه عدد، ده سهل، هو المربع مساحته ايه؟ طول الضلع في نفسه، يبقى مساحه المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، لو طول الضلع لام يبقى لام في لام بلام تربيع، بتساوي 6. هنشيل اس 2 نجيب الجذر، يبقى اللام بتساوي جذر 6. هنا في ملحوظة يا شباب، الناس قالوا يا استاذ الحصة اللي فاتت انت قعدت تتأكد على ان لما اشيل اس 2 احط موجب او سالب، لازم احط موجب او سالب، ما هو ده مربع مفيش طول بالسالب، علشان كده ما حطيتش موجب او سالب، فانا خدت القيمه الموجبه لانه مربع. خلاص ده جذر تربيعي، اللي جواه عدد مربع كامل، يعني عدد اقدر اجيب له الجذر، يعني اقدر افك الرقمين زي بعض، لا السته لا اما واحد في سته لا اما الاثنين في ثلاثه، العاملين مش زي بعض، فبالتالي ده عدد غير نسبي، يبقى هنقول ان طول الحرف عدد غير نسبي. في ملحوظه يا شباب مهمه جدا 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 جدا، بيقول ايه في الملحوظه؟ ما بين اي عددين نسبيين عدد لا نهائي من الاعداد الغير نسبيه، مش فاهم، ما بين اي رقمين عدد لا نهائي من الاعداد الغير نسبيه، يعني انا لو كتبت يا شباب الثلاثه والاربعه مثلا، الثلاثه والاربعه دول نسبيين صح، الثلاثه دي كانت جذر التسعه والاربعه كانت جذر الستاشر، يبقى انا لو عايز دلوقتي اعداد غير نسبيه ما بين الثلاثه والاربعه نجيبها ازاي؟ بكل سهوله يا استاذ، انا حطيت لي دي جذر ودي جذر، في ناس تحب تحط الجذر التكعيبي مفيش مشاكل، كل الاعداد اللي ما بينهم دي اعداد غير نسبيه، زي مثلا ايه؟ جذر العشره، جذر الحداشر، جذر الاتناشر، جذر التلاتاشر، جذر العشرة ونص، جذر العشرة وستة من عشرة، جذر العشرة وسبعة من عشرة، وهكذا، يبقى في كم عدد؟ عدد لا نهائي. واحد لو كان حط الجذر التكعيبي كان قال جذر التكعيبي يا أستاذ لل 28 لل 27 ونص لل 27 و 6 من عشرة لل 50، أعداد كتير جدا 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 جدا، يبقى ما بين اي عددين نسبيين يمكن وضع عدد لا نهائي من الاعداد الغير نسبيه. بنجيبها ازاي تاني؟ انت تديني العددين النسبيين اقوم حاططهم جوه جذر ان كان تربيعي او ان كان تكعيبي، واقوم جايب اي اعداد انت عاوزها. نشوف مثال، العدد الغير نسبي بين الثلاثه واربعه هو كام؟ سهله جدا يا استاذ، هنشوف التلاتة دي كام في كام؟ التلاتة دي كانت يا أستاذ جذر التسعة، والأربعة دي جذر الستاشر، اللي ما بين تسعة وستاشر من هنا ويكون غير نسبي، خلي بالك إن ده نسبي أصلا وده نسبي، جذر السبعة غير نسبي، جذر العشرة غير نسبي، المهم منهم بقى اللي موجود هنا جذر عشرة، واللي ما بين التسعة والستاشر، يبقى جذر 10 يا أستاذ هو العدد الغير نسبي.
نتمنى ان نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.